دكتور عبد العزيز ابراهيم جمعه. انا طبيب اشتغل بقسم الباطنيه بمستشفى الفروانيه. خريج جامعه الكويت سنه 2013. يعني خلال دراسه كليه الطب يعني انا حاولت ما بس اركز على دراستي بالذات، لا يعني حاولنا نسوي انشطه، الانشطه هذه مثلا تزيد التوعيه بكذا مرض عند المجتمع. يعني احنا مثلا او لا مو شرط يعني حتى يعني بالمجال الطبي بشكل عام، يعني الاشياء اللي احنا عندنا منتشره وايد ونشوفها كل يوم، يعني احنا قضايا مثلا لو احنا مثلا يعني نتعرض لها مبكر راح نمنع عواقبها، مثلا ارتفاع الضغط ولا ارتفاع السكر وهالكلام. هذا الفكره ان احنا كنا ان نخاطب المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مثلا مو المجتمع العلمي، يعني مثلا اللي هو الشخص العادي اللي هو مثلي انا وانت ولا اهلي ولا ربعي ولا هذا. فانا اللي اقصده انه كان نفس حملات توعويه تصير باكثر من مكان، وان احنا نجذب الناس عندنا على اساس مثلا نتفاعل معاهم، يسالوننا ونسالهم ان شنو يمكن يعني شنو يعني نجاوب على تساؤلاتهم، بنفس الوقت ان احنا نفيدهم. يعني اعطيك مثال، صار موقف ان احنا مره كان في رقم موسوعة جينيس، احنا بغينا نكسر، كنا بنسوي رقم قياسي ان احنا بمكان واحد نجمع اكبر عدد القياسات ضغط الدم. صارت حملة قبل كم سنة ورحنا الافنيوز، وبالافنيوز مثلا صار في نفس يعني نفس منصة ونادينا الناس وكنا نحسب ضغطهم وكنا نسجل. مثلا اللي صار انه مثلا في اكثر من شخص شفناهم فعلا كان ضغط الدم عندهم مرتفع بشكل جدا عالي وبدون ما يدري هو اساسا. ف يعني هالشيء هذا بالعكس صار اعطاني دافع انه بالعكس والله ابي اني اساعد الناس، ويمكن من خلال هذا المجال، ومهم من خلال مثلا ان نوريهم على قضايا تخص صحتهم يمكن هم اساسا ما كانوا دارين عنها. فمثلا اكثر من شخص والله لا ضغطك مرتفع، لا ما يصير شيء، لا روح المستشفى او لا لازم تتعالج. فاحنا مثلا لما خذينا هالخطوه هذه ساعدنا شخص انه يعني يصير صحته احسن. هو باي مهنه كانت يعني الانسان ما يقدر بس يعطي، لا هو هم يبي ياخذ. يعني وانا ما قاعد احكي عن مدخول مادي، انا قاعد احكي عن شيء معنوي. يعني هذا التقدير اللي بالنسبه لي اهم، لان لما الواحد يحس انه هو متقدر راح يصير هالشيء يعطيه دافع انه هو اساسا يعطي اكثر واكثر واكثر. يعني اي شخص باي مهنه لو يظل يعطي وما يحس بالتقدير اللي هو يمكن يستحقه راح تحوشه حاله احباط. فيعني اهم شيء عندي انه مثلا اول شيء يكون في تقدير، هذه شغله، والشغله الثانيه ان هالشيء يطلع بالسوشيال ميديا على اساس الناس مثلا تشوف انه مثلا يعني اطباء مثلا مو بس بالمستشفى او انه يعالج المرضى، لا يعني على دائره اكبر، على دائره اوسع اللي هي دائره المجتمع ككل. هو اهميته تكمن ان انت مو بس تعالج مرض، حتى يمكن بهالطريقه هذه يمكن تمنع، يمكن انت تمنع حدوث عواقب وخيمه انت ما تبيها تصير او كان بالامكان تجنبها. يعني وعلى قولتهم انت يعني تنشر وعي صحي، هو اساسا يعني الغايه منه ما راح تصير الا اذا الناس عرفت. يعني احنا مثلا لما نقول حق الناس ان اذا ضغطك ارتفع احتمال يصير فيك هالشيء الفلاني، ولا اذا سكر عندك مو منتظم لا والله بعد كم سنه بيصير فيك هالشيء الفلاني، احنا يعني نبي الناس تعرف هالشيء لانه على المدى الطويل راح صحتها بشكل عام وحالتها بشكل عام راح تصير احسن. لا انا يعني اول شيء يعني مو بس بالنسبه لي انا، اتوقع بالنسبه حق كل طبيب انه يتمنى يشوف مجتمع صحي اكثر، مجتمع واعي اكثر، واهم مجتمع يعني يقدر اكثر. يعني مو بس لي انا كطبيب، لا حق كل المهن وحق كل الناس اللي تتعب. فاحنا اساسا كلنا نبي نشوف يعني مجتمعنا وديرتنا باحسن وابهى شكل ممكن. يعني النجاح ان الانسان يكون راضي عن اللي هو قاعد يسويه، وهذه شغلة. والشغلة الثانية ان على قولتهم you fulfill your potential. يعني انا عندي مثلا
سواء بالسوشيال ميديا او اي مجال ثاني. الشخص اللي ينعرف المفروض ينعرف انجاز يعني واحد يعني يفخر فيه. يعني مثلا انا عندي غلط ان الواحد ينعرف مثلا انه ينط من هنا لهناك ولا او قطه او تغشمر او يعني سوري انه يمهزل عمره. يعني يمكن مثلا عادي دكتور مثلا يمكن يكون مشهور ومعروف بالسوشيال ميديا بس يعني في اكثر من مثال بس ما راح اذكر اسامي بس انه شغله على ارض الواقع لا يعني ما يكون كفاءة شخص ثاني مثلا هو مدفون ولا لانه بس انه مو يعني ما يعرف يتعامل مع السوشيال ميديا ولا انه عنده مثلا 100,000 فولوور يعني لا يعني ما له شغل يعني هو بس واحد اقول واحد يسوق نفسه لا هو انا ما يعني انا ما قاعد حد ما قاعد اسوي نفسي مثالي وان انا ما يهمني المدخول المادي. هو كل واحد فينا يشتغل لانه اساسا يبي مدخول مادي ثابت يقدر يعيش فيه حياه كريمه يوفرها حق نفسه ويوفرها حق عائلته ومو هذا المغزى. بس انه مثلا لما انا اكون طبيب واطلع بالسوشيال ميديا واتكلم القصد اني انا اسوي توعيه. يعني مثلا انا مثلا لما ابي اشتهر ما ابي اشتهر مثل ما غير يشتهر لانه هو ينط ولا انه هو يرقص ولا انه هو يحط اغنيه يفشل نفسه قدام الناس ولا انه اللي يتهاوش ولا مو هذا الموضوع. الموضوع انه مثلا ان انت لا يعني تعطي نصايح ولا تسوي فيديوهات ولا تسوي مقابلات حتى بس انه عشان توصل فكره معينه حق المجتمع انه هو او انه توصل قضيه معينه تخص مثلا مرض معين بس انه تبي الناس توعى عليها. انا بالنسبه لي مثلا اذا في المستقبل صار في مجال انه يعني اقدم هالنصائح بس لما اني اشوف اني مثلا ان شخص واحد خذ بنصيحتي واستفاد منها بحياته خلاص انا بالنسبه لي كافي. يعني انا مثلا ارد واقول لك انا ما اسوي نفسي انسان عصامي وما تهمني الفلوس بس انهم يعني في شيء اهم من في شيء اهم من الماده وانا اساسا اللي بيعطيني القناعه والرضا التام عن وظيفتي وعن مكاني انا في المجتمع هو هالشيء اكثر من الشيء المادي. كمهنة الطب نفسها يعني ما أحس نفسي وصلت للمستوى اللي أقدم فيه نصايح حق الناس. يعني أحس أحتاج أني مثلا أتطور أكثر تصير عندي خبرة أكثر تصير عندي شهادات أكثر. يعني مو كل منهب ودب يتكلم مع أنه في ناس مثلا واحد توا طالع من البيضة متخرج من كلية الطب وهو أساسا قاعد يعطي نصايح وهذا والشيء بعد اللي يعني والأدهى والأمر في ناس أساسا تعطي نصايح مو مجالها. في شخص مثلا يعني وكل الاحترام والتقدير له مثلا في اكثر مثلا طبيب اسنان ولا شيء تقدر تحكي عن امراض وعن قضايا طبيه بحته يعني ما تكون في تخصصه. يعني اهم الواحد يتحكى في مجاله ما يتحكى في مجال مو مجاله. يعني فبس ان اللي انا ناطره انه لا والله تصير عندي الخبره الاكثر تصير عندي الشهادات الاكثر اللي اساسا على اساسها الناس راح تسمعني وتاخذ الكلام. يعني وايد ناس مرينا بكليه الطب مشوار صعب مشوار متعب يعني مو سهل مو بس عدد السنين حتى كم الدراسة اللي ضمنها هالمجال هذا. احنا اساسا انا كنت اتمنى لما انا كنت في بداية دراستي بكلية الطب كنت اتمنى ان احد يوجهني ولا يرشدني ولا هذا. فبالعكس اذا في منصة عن طريقها انا مثلا اقدر افيد غيري اللي توهم داشين او اجاوب على اي استفسارات عندهم بالعكس. يعني احنا نبي اي شيء عشان يسهل علينا هالمسيرة هذا مشوار يعني صعب مو سهل. يعني انت شفتنا غيرك شاف يعني شيء مو سهل.